سوسي خمير يا أمير. يسعد أوقاتكم، اليوم رح نعمل لكم سوس على أصوله، شغلة مدللة وبشي فاخر من الآخر. مشان نحضر العرق سوس المنعش لازمنا 200 جرام من العرق سوس. عرق سوس معروف عنا بالشام كتير ظريف وكتير طيب، هاد ما بعرف ببلادكم شو بتسموه أو إذا موجود. عنا معلقة صغيرة كربولات الصوديوم وعنا 100 جرام مي. 100 جرام المي هو أكثر من كاسة الشاي بشوي صغيرة يعني، تمام؟ رح آخذ أنا كربونات الصوديوم المعروفة، معلقة صغيرة هي تبع معلقة الشاي اللي بنحرك فيها الشاي، وحطها بالمي ورح حركها. بعد ما حركها رح دوبهم على الأخير. طبعاً أنا رح آخذ العرق سوس ووزعه بالصينية هيك، أكيد رح تطلع الغبرة منه لأنه هو عبارة عن نبتة عيدان ومفرومة فرن. فرفدهم بهالشكل هاد، ولح اخذ 100 جرام المي اللي قلت لكم اكثر من كاسة الشاي بشوي يلي دوبت فيها كربونات الصوديوم، هي معلقة الشاي، ولح ابلش رطب فيهم لحتى تروح الغبرة تبعهم تبع السوس. لح وزع هيك المي على كل الكمية تبعي وبلش قلب فيهم هيك، رح تطلع شوية غبرة، رح تتغبروا بعينكم الله، بس رح تشربوا شربة هنية بإذن الله. طلعت ريحة السوس وهفت ريحة رمضان، وكل عام وانتم بخير إن شاء الله. وهلأ رح نساوي السوس بأطيب نكهة وأميز الطعمات. رح أبلش أنا بعد ما رطبتهم وحطيت لهم كربونة، رح أبلش فرفدهم هيك وأخذهم شمسهم ساعة زمان. بعد ما شمسهم ساعة زمان بقلبهم، برجع بشمسهم ربع ساعة زمان وبتكون أمورهم خالصة. هلأ أنتوا بالبيوت ممكن يكون ما عندكم برندا، ما عندكم قرنة تشمسوهم، الشمس مطالعة أحيانا، بإمكانكم شو تعملوا؟ تحطوهم بالميكروويف لمدة هيك شغلة 5 دقائق لحتى تشوفوهم هي المادة نشفت يعني وصارت ناشفة، تمام؟ بإمكانكم تحطوهم بالفرن على درجة الحرارة 70، كمان بتنشف هون وبتعطينا نفس النتيجة. سوس على كيفك وأنا ضيفك والله يسعدك. وهلأ مرحلة تشميس السوسة، عم نشمسهم هدول أكيد للبحر يا غوالي، مو لعيارنا. عيارنا هلأ بنشوف شلون، بس شغلة على كيفكم يعني. ومرحلة التشميس هي بقولة الله أكبر كتير مهمة. يا ويلي أنا ريحة السوس وصلت للمريخ. بعد ما نشفت السوسات أنا على الميكروويف وصاروا عندي ناشفين، بتدسوهم هيك بتلاقوهم ناشفين يعني ما بتلاقوهم مرطبين بقال هيك لازم. رح آخذ أنا البقجة أو بتسموها الصرة أو ماشي أو طائية، في ناس بيسموها اللي بيحطوها بالمطاعم أو بالمشافي، شو ما بدكم يعني، هي لسهولة الشغل يعني، تمام؟ الكميات الكبيرة مثل البحرة اللي أنا عبيتها أكيد بدها كيس خام أو بقج كتيرة من هدول أو صرر يعني، تمام؟ منعبيها هيك بهالشكل هون. الكمية كلها اللي عندي أنا بحطها هيك، عبيناهم بالصرة أو البقشة وبنربطهم بأي شكل بتحبوه، بس بحيث إنه يربطوا منيح مشان السوس ما يطلع من قلب البقجة يعني، لازم تكون الربطة ماكنة هيك بهالشكل هون. هلأ أنا الصرة صارت عندي جاهزة، رح آخذها بهالشكل هين وحط طنجرة، أي طنجرة عندكم بإمكانكم تحطوها، منحط كاسة تحت منها ومنحط الصرة أو البقجة فوق منها، تمام؟ ومناخد المي ومنبلش نشر فيها هيك يعني نقطة نقطة قد ما فينا، بدنا نخفف، شايفين شلون؟ هلا انتم مشان ما تتسيرنوا هالسيران العجيب اللي انا ما عندي حنفيه هون، فلذلك عم بعمله مشان ورجيكم كيف الطريقه. بامكانكم انتم نفس الطريقه تحطوها تحت حنفيه المي وتخلوا حنفيه المي عم تنقط نقطه 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 نقطه، بيمشي الحال. وطبعا بتطلع 100% اذا الحنفيه عم تنقط نقطه نقطه، لانه هو المطلوب يعني ما تشر عليه بكميات كبيره، لا تشر نقطه نقطه مشان تعطينا النتيجه اللي بدنا اياها. ورح نشر هيك نقلة نقلة شوي شوي يواش يواش.
شايفين شلون بلش السواد يطلع وبلش لون السوسي يطلع كمان عنا هون. والله أنا هي ما اشتغلت معي هيك، بس أنا حبيت لكم هي الطريقة لأنه كتير يعني سهلة ومريحة، يعني بالذات إذا حطيناها فوق الكاسة وحطيناها على الحنفية وبلشت تنقط نقطة نقطة عليها كتير مريحة. أنا بالنسبة إلي خليني أشتغل على مزاجي، أحطها هيك ومنقيم هي هيك ومنبلش نكت هيك. ليش؟ لأنه حيصيروا خمير يا أمير. أنا خلصت عندي كمية المي، وهلأ كمان رح أخذ الكاسة وبلش كرر هيك فيه من دهنه سقيله يعني. إيه ها؟ هذا الشغل يا غوالي، خمير يا أمير. لأنه السوس بلا رغوة بحسه مثل المعمول بلا عجوة. وبتضلوا بتكرروا يا غوالي هيك. طبعا هذا اللي ما حطه تحت الحنفية نقطة نقطة، اللي حطه تحت الحنفية نقطة نقطة بيمشي الحال يعني، بيطلعوا جاهزين السوسات وخمير يا أمير. بالنسبة للي بده يعمل بقجة ويعمل جو رمضاني وكله إلك يا صايم، بده يحط هيك ويكرر هيك يا غوالي. كله إلك يا صايم، خمير يا أمير. وهيك بتكون صارت اموركم عند ابسلين، شغله على كيفكم، شغله بتنعش الفؤاد بالذات برمضان، طيبه وخفيفه نظيفه وكتير طيبه، جربوها ما بتنسوها. اكلت معي وقيت عرق سوس، معلقه شاي صغيره كربونات الصوديوم، لترين مي للترين ونص ما بيأثر على الهواء اذا بتحبوها ثقيله ولا خفيفه. هي كانت حلقتنا اليوم، ان شاء الله تكونوا سريتوا، ان شاء الله تكون عجبتكم، وادعوا لي بهالشهر الفضيل. الله يسعدكم والسلام عليكم. أهلا وسهلا يا كرام، والتحية والسلام من الدمش هالطعام والأكلات الشاميات. أبو عمر طبخ الخروف والرزة تألوف ألوف، يا عيني على هالملفوف والحافات والسجاد. والنفس الشامي يا خال شو بدك كله عالبال، يبرق محشي عال العال والدهني مع الشرحات، واليخني بالبطاطا يا عيني عالبساطة، تتاكل هالقحاطة مع أشهى المقبلات. ملوكية يا ملوخية وقدام الكب النيت، بدي معها شكرية ودوقني الشش بركات. كوسة وشيخ المحشيد شو طاري على كرشي، ما بيضيع لي قرشي بالفوائد والبركات. فالدبسة مني يا غالي وفول بلبن يا حلالي، يستاهل كل المالي هالقوزي مع السلطات. بهديكم أحلى الأحساس يا أغلى من الألماس، بهديكم أحلى الأحساس يا أغلى من الألماس، وبعيد الفطر يا ناس حضرنا هالمعمولات. البيت الدمشقي.